بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا في الحلقات السابقة عن أحكام البيع، ننتقل بكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله إلى الحديث عن نوع خاص من أنواع البيع يحمل اسما خاصا به، وهو السلم أو السلف. والسلم هو تعجيل الثمن، هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله لأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، وفي لفظ في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط. وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، وحاجة الناس داعية إليه، لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن والآخر يرتفق برخص المثمن. ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع. الشرط الأول: انضباط صفات السلعة المسلم فيها، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين، فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبقول والجلود والأواني المختلفة والجواهر ونحوها. الشرط الثاني: ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، فالجنس كالبر مثلا، والنوع كالسلموني مثلا، وهو نوع من البر. الشرط الثالث: ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء. الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم للحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، ولقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان. الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته. فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلم، كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء. الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. الحديث أي فليعطي، قال الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. الشرط السابع: أن يكون المسلم فيه غير معين، بل يكون دينا في الذمة ينضبط بالصفات كما سبق، فلا يصح السلم في دار وشجرة معينتين، لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود. ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد،
إن كان يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح مكان العقد للتسليم كما لو عقد في بر أو بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء أيضا، وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك لأنه من حقهما، وإن اختلفا رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق. أيها المستمع الكريم، ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، وكذلك لا تصح الحوالة عليه لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ فهو غير مستقر. ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله، كما لو أسلم في ثمرة فلم تحمل الشجر تلك السنة، فلرب السلم أن يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به، وله أن يفسخ العقد ويطالب المسلم إليه برأس ماله الذي دفعه له، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفا رد بدله إليه، والله أعلم. أيها المستمع الكريم، وإباحة هذا النوع من التعامل من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها، لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا ووسائله ومن سائر المحذورات، فلله الحمد على تيسيره. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.